الترخيص 13 يناير 2020، اللي بعد خروج لجنة وبعد مداولات إذا به جاء هاد الأشخاص الذين لا علاقة لهم بنا من قريب ولا من بعيد، لا يمتلكون لا حدود بالأرض، يعني هاد الحدود اللي كاينة هي حدود ديال الناس، لم يقدم أي اعتراف حد تهديد مول آلة الحفر و إعطاء أو إطلاق كلام نابي. كتهضر على الأرض، الأرض راه باقي فيها ما يدار، حيت هذاك الشيء اللي كنشوف ماشي هو هذاك. حنا هاد ستة الناس اللي كنمثلوا هاد الفخادر درنا تفاجئنا بهاد المرأة هادي دافع رخصة للبير، درنا لها حنا التعرض، درنا التعرض باش نساينوا اللجنة ديال الحوض المائي باش تجي. شوف ياك ما كاين شي ضرر، كان ما جات لا لجنة ما جا حتى شي واحد يشوف واش كاين ضرر واش ما كاين. لا 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 حنا ما غاديش نعترفوا بها حيت ما كاين والو، واش حنا راه دايرين شكاية على رفع الضرر باش ندير لك الحفر باليد. اي باليد راه كاع عنده البير صاحبي، محفور تما يزيد شوية يحفر. اي كاين تما كاين البير. اي فهمت، ولكن يحفر كاع جديد ماشي مشكل، ولكن الصندل لا راه ما كاين التابير تما في الصندل. ربحوا الوقت لهذا تلجؤوا للصندا، يعني دوكا الحفر وفق ما هي سعيد في هذه المناطق، وعدد كبير من الابار اللي كاين هنا اغلبتها امتداد طريق، يعني النقطه اللي بدنا نحفر فيها هنا الماء، يعني النقطه الثقب المائي اللي بعيده عن العين 2.5 كيلومتر، على امتداد هذا المسار كله عامر بابار محفوره بالصندا. عندها حتى هي ما يدار فيها، ما يدار كاين فيها شي مسائل اللي هما ماشي هما هادو. علاش عنصريه هنا؟ كلشي خوت، الا كان واحد فيروس بغى يخلق العنصريه بوحدو شغلو هذاك.